هاخد من الكابتن اسماعيل المكسب المتتالي بالنسبه لنادي الزمالك. بيمثل ايه للعيبه وللجماهير؟ بيمثل انت ماشي صح. انت كلاعب كوره، كلاعب كوره اتكلم كلاعب يعني، اكثر امانيك ان انت تكسب صح. ما هو انت بتبحث عن المكسب اكيد، فبتحققه، بتحققه في جميع الاجواء كويس. ده شيء جيد جدا على فكره. فانت بتاخد ثقه، وزي ما بيقولوا المكسب بيجيب مكسب، فبتتعود عليه. على فكره المكسب تعود، خد بالك. يعني تيم نادي الزمالك ده عشان متعود يكسب، ففي بعض الاوقات بيبقى في شويه نبقى زعلانين من ادائهم، بس هم متعودين على المكسب. ودي شيء اللي هي ايه، لما تيجي تتكلم على فرقه كبيره، واخد بالك ازاي، فالمكسب بيجيب مكسب. فتيم نادي الزمالك القيمه الحقيقيه في تيم نادي الزمالك، اسماعيل قال لك اللياقه البدنيه، وانت رحت مكمل قلت تخليك تحقق المطلوب منك الهدف، ترجم الهدف التكتيكي مش كده؟ لا ده كمان هتعرف تتحرك، ده في حاجه كمان اللياقه البدنيه بتخلي المدرب يثق في كل اللعيبه. يعني انت دلوقتي وانت قاعد صعب جدا، صعب، ولان حماده طبعا وانا برضو زي حماده، صعب جدا تقول التشكيل الاساسي لنادي الزمالك ال11، خلاص بتتكلم في 20 لعيب، في 20 لعيب جاهزين يلعبوا في اي وقت. انت النهارده لم يشارك احسن مدافع قبل شفنا راي الجماهير كابتن اسماعيل، كان دول كارتيرون ازاي غير في 6 لعيبه، بعد المباراه قال لك كارتيرون نجم المباراه. ايوه يعني احنا نفسنا محتارين في الموضوع. بقول لك انت النهارده في احسن مدافع في افريقيا غيرنا في لا ما غيرناش، لا لا انا قصدي كجماهير، ما بتكلمش على لا انت 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 مش بتكلم على حضرتك، لا انا عارف الجماهير. لا يا اخي الجماهير واحنا وكل الناس. اصل كابتن احمد بعد اذنك، اتفضل. الكوتش مدارس، هو كابتن حماده عنده حق وكارتيرون عنده حق، يعني هو مدرسته ان هو ممكن يغير تغييرين 3 4 5 في الفرقه طول ما هو شايف ان هم، وده عامل ايجابي بالنسبه له، طول ما هو شايف ان هم قادرين بدنياً يشتغلوا بدنيا، قادرين يشتغلوا. خد بالك انما في مدرسه تانية بيلعب التغيير بيبقى في اضيق الحدود. اسماعيل عشان حفظه، عشان كابتن حماده عايز هو الراجل هو الراجل، معلش يا حماده اقول بس اتفضل. هو الراجل احنا لسه في الاسبوع الثامن صح، هو بيقول لك انا عندي مساحه ان انا اجرب، يعني ده رايه الشخصي. هيجي في وقت هيثبت زي السنه اللي فاتت، اخر 7 ماتشات لم يتغير لاعب في تيم نادي الزمالك، برضه كارتيرون.